السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. كلنا خايفين نتعرض للجلطات، كلنا خايفين يحدث لنا سكتات قلبيه او سكتات دماغيه. معروف ان ادويه السيوله كلها لها اعراض جانبيه، عشان كده النهارده هنتعرف على افضل مكملات غذائيه طبيعيه والاغذيه التي تحتوي على هذه المكملات تساعدنا على الحمايه من هذه الجلطات والسكتات الدماغيه والسكتات القلبيه بناء على دراسات مثبته. مش بس مفيده للحمايه من الجلطات، ده مفيده لصحه الجسم كله. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. ان شاء الله في هذا الفيديو هتناول نقاط معينه. يا ترى ايه هي اضرار ادويه السيوله اللي تخلينا نفكر ان احنا نتناول مكملات غذائيه طبيعيه تساعد على الحفاظ على سيوله الدم والحمايه من الجلطات والسكتات القلبيه والسكتات الدماغيه؟ الحاجه الاخرى، يا ترى هي افضل مكملات والعناصر الغذائيه اللي تحمينا من السكتات القلبيه والسكتات الدماغيه؟ الحاجه المهمه ايضا لازم تعرف عليها، هل هناخد كل هذه المكملات ولا نركز على 2-3 منهم؟ حاجه مهمه ايضا اللي هتناولها في هذا الفيديو، هل في اسلوب ونمط حياه صحي ايضا يساعدنا على الحمايه من الجلطات والسكتات الدماغيه؟ وده هتناول كله ببساطه واختصار في هذا الفيديو. اول حاجه مهمه قوي، ايه اضرار ادويه السيوله؟ اول حاجه تساقط الشعر، تاني حاجه مهمه قوي بتعمل ضبابيه في الدماغ وتدي شعور بالتعب والارهاق. ايضا الاسوأ من كده، ممكن لو زادت الجرعه شويه الخاصه بادويه السيوله، عشان كده مهم جدا نعمل تحاليل اول باول عشان نطمن على الجرعه المناسبه بالنسبه لنا. ممكن تسبب نزيف في المخ وتسبب غيبوبه. ايضا من ضمن الاضرار اللي تسببها ادويه السيوله، نزيف في الانف متكرر، نزيف من اللثه متكرر، البلغم بتاعنا ممكن يبقى احمر شويه لما يكون عندنا سعال او كحه، بتؤدي الى ظهور هذا الدم في البول وتؤدي غزارة دور الشهية للسيدات، وتؤدي أيضا إلى تورم القدمين والكاحل، وتؤدي أيضا إلى ظهور كدمات وأماكن زرقاء في الجلد. عشان كده لازم نفكر في الحاجات الطبيعية. أول حاجة طبيعية وتعمل عليها دراسات كتير قوي وتساعد على الحفاظ على سيولة الدم في المعدل الطبيعي، 3 زيوت. أول زيت حلو قوي، زيت زهرة الربيع. زيت زهرة الربيع ده فايدته إيه؟ إن هو بيمنع تجمع الفايح الدموية وتكوين أي جلطة، فبيحمينا من أي جلطات. بالإضافة إن هو طبعا له دور مهم جدا في حمايتنا من أعراض السن بالنسبة للسيدات. السيدات في سن 40 فما فوق بيجيلهم أعراض اكتئاب، عصبية، لخبطة في الدورة، تغير هرمونات، فبيساعد على الحفاظ على التوازن الهرموني في هذه الفترة، ويساعد على الحفاظ على الاتزان النفسي والمزاجي في هذه الفترة. فأي واحدة فوق 40 بتسمعني لازم تتناول زيت زهرة الربيع. زيت زهرة الربيع نشتريه منين؟ نشتريه من أماكن موثوق منها. يفضل ان احنا نتجنب اشراء زيت زهرة الربيع من العطار، لان ممكن يكون فيه نسبه غش. الجرعه المناسبه من زهرة الربيع معلقه صغيره في وسط الاكل. ايضا زهرة الربيع لها مكملات غذائيه طبيعيه حلوه قوي زي بروموروز بلس او روزا ساف. طب الحاجه المهمه ايضا من الزيوت زي ما قلناه حالا اللي هو زيت السمك. زيت السمك حاجات حلوه قوي. ليه؟ لان زيت السمك بيحتوي على فيتامين اي واي وعلى اوميجا 3، كل ده بيحافظ على سيوله الدم. زيت السمك بيحمينا من تجمع الصفائح الدمويه وتكوين جلطات، حاجه حلوه قوي نتناول. طب الحاجه الاجمل منه ايه؟ اوميجا 3. اوميجا 3 من الحاجات الحلوه جدا التي يجب ان نحرص عليها، وانا تناولته في 3 فيديوهات. تعرفنا فيديوهات سابقه ان ازاي يجب على كل الاطفال والمراهقين تناول الاوميجا 3، ان ازاي يجب على الرجال تناول الاوميجا 3، لماذا يجب على البنات والسيدات تناول الاوميجا 3. كلنا يجب ان نتناول الاوميجا 3. اوميجا 3 عباره احماض دهنيه غير مشبعه الجسم ما يقدرش يكونها من اساسه. فايدتها ايه؟ مش بس بتحمينا من السكتات الدماغيه والجلطات، بتحسن الوظائف الادراكيه والمعرفيه، بتحسن النواقل العصبيه المسؤوله عن السعاده، فبتحسن المزاج، ودي حاجه حلوه قوي. بالاضافه ان هي بتقلل الدهون الثلاثيه في الدم، فبتحمينا من السكتات القلبيه والسكتات الدماغيه. طب قلنا اي نوع اوميجا 3؟ قلنا يفضل ان هي تكون خاليه من الزئبق، جرعه معدل كبسوله، الكبسولتين في يوم بالنسبه للكبار، على حسب السن وعلى حسب الظروف الصحيه. يفضل تناولها في وسط الاكل، على ان طبعا هي في النهايه كبسوله زيتيه، ممكن لو تناولها في نهايه الوجبه ممكن تؤدي الى ارتجاع في المريء. طب الناس بقى اللي هي بتتناول الاسماك الدهنيه زي السلمون والسردين معدل مرتين في الاسبوع، هل دي محتاجه زيت السمك ولا الاوميجا 3؟ لا، هي مش محتاجه بقى. تالت وكمان حلو قوي، حاجه اسمها ان استايلسيستين. فايدته ايه؟ بيساعد تكوين الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده اقوى مضاد اكسده في الجسم كله، مفيد للجسم كله، يحمينا مش بس من السكتات القلبيه والسكتات الدماغيه، يحمينا من السرطان، يحمينا من تسمم البيئه وتلوث البيئه اللي احنا متعرضين له، يحمينا من المعادن الثقيله ويساعد في التخلص منها، يحسن وظائف الكبد والكلى والجسم كله.
المكملات الحلوة قوي بتحمينا من السكتات الدماغية والسكتات القلبية وتمنع تجلط الدم وهو الميلاتونين. الميلاتونين معروف لينا كلنا ان هو بيساعدنا على الدخول في النوم بصورة طبيعية، انه بيزود النواقل العصبية المسؤولة عن السعادة ويدينا شعور بالهدوء النفسي فيدخلنا في النوم العميق ويساعدنا على الدخول في النوم فترة كافية. الجرعة المناسبة بالنسبة للميلاتونين بالنسبة للكبار من 5 لـ10 مللي جرام، بالنسبة للأطفال من 1 لـ5 مللي جرام. أيضا المكملات الغذائية الحلوة قوي بتساعد على الحماية من الجلطات والسكتات الدماغية والسكتات القلبية وهو الجينكا، خلاصة نبات الجينكا اللي هي مكملات الجينكو بلوبا. ليه دي مفيدة؟ إنها دور فعال في منع تجمع الصفائح الدموية وتكوين أي جلطة، إضافة إن هي كمان بتزود الدم المحمل بالأكسجين للدماغ فبتحسن وظائف إدراكية ومعرفية، بتزود الدم المحمل بالأكسجين لكل خلايا من خلايا الجسم فتحسن وظائف الجسم كله، أيضا بتحسن وظائف الكبد والكلى، وإضافة طبعا إن هي بتحمينا من السكتات القلبية والسكتات الدماغية، وبتساعد على تخفيض الضغط المرضى الضغط، تساعد على ضبط السكر المرضى السكر، تساعد أيضا على تقليل نسبة الدهون الضارة في الدم، ده بالنسبة للجينكا. طب في مكمل غذائي تاني آخر الكركمين. الكركمين اللي هو بيستخلص من الكركم. الناس اللي جالها سكتات دماغية قبل كده، أو الناس اللي جالها بدأت تدخل في الزهايمر، أو الناس اللي بدأت تدخل في الشارع العاش، مكمل الكركمين من الحاجات الحلوة أو اللي بيحمي خلايا الدماغ من التلف، مش بس بيحميها من السكتات الدماغية والسكتات القلبية. ده حلو قوي للناس اللي هم خايفين من تكرار هذه التجربة. أيوة مكملات الحلوة قوي اتعمل لها دراسات كتير، مكملات بذور العنب. بذور العنب دي حاجة حلوة قوي قوي، بتساعد مش بس بتحميها من السكتات القلبية والسكتات الدماغية، بتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية والضغط والدهون في الدم والكبد الدهني والسكر كله، بتعالج الجسم كله. أو ممكن نجيب بذور العنب نفسها ونطحنها ونعملها مشروب، معلقة صغيرة من بذور العنب نضع عليها كوباية ماء مغلية ونشربها يوميا، هتحمينا من كل اللي أنا قلته السكتات القلبية والسكتات الدماغية وتحسن وظائف القلب والأوعية الدموية والكلى والكبد وكل الجسم. طب هل ده كافي لحمايتنا من السكتات القلبية؟ المكملات دي كلها كويسة بس نركز على 2-3 منهم مهمة قوي، المكملات الجينكو بلوبا والأوميجا 3، دول هيحمينا من السكتات القلبية ومن كل الأمراض. الناس اللي هي جالها قبل كده مرت بتجربة جلطة أو سكتة دماغية تحرص على كركمين، كمان تحرص أيضا على بذور العنب. طب الـ N-acetylcysteine ده ناخده كم مرة؟ ناخده 3 شهور بس في السنة. طب الناس ماشية على أدوية سهولة تتناول هذه الأدوية؟ لا، الناس ماشية على أدوية سهولة تركز على الأوميجا 3 وهركز على جينكو بلوبا. يجب تقليل جرعة أدوية السهولة تحت إشراف الطبيب المعالج وندخل هذه العناصر، لكن ما نروحش بقى ناخد كل دول ونوقف أدوية السهولة، لا، لازم أدوية السهولة تقل تدريجيا تحت إشراف الطبيب المعالج وندخل الحاجات الطبيعية اللي هي مفيدة للجسم كله مش بس لحمايتنا من السكتات القلبية والسكتات الدماغية. طب يا ترى إيه نمط الحياة الصحي اللي يساعدنا على الحفاظ والحماية من الجلطات والسكتات الدماغية والسكتات القلبية؟ النوم فترة كافية، شرب المية بمعدل 10-12 كوباية مية، منهم 3 كوبايات بعصر ليمون، طبق السلطة الخضراء أساسي في كل الوجبات، النظام الغذائي الصحي اللي هو الأسماك الدهنية مهم أوي نحرص عليه، مهم أوي نحرص أيضا على تناول الأشربات الحلوة زي الكركمين وزي الزنجبيل، الحاجات الحلوة أوي بتحمينا من السكتات القلبية والسكتات الدماغية. أيضا مهم جدا نتجنب الأغذية اللي بتضرنا زي الأغذية المحفوظة والأغذية المعلبة والأغذية المصنعة واللحوم المصنعة كلها والأكياس كلها والمخبوزات البيضاء لأنها مصنعة بسمن نباتي مهدرج أو زيت نباتي مكرر، كل ده بيزود استعدادنا للسكتات القلبية والسكتات الدماغية. تجنب القلق والتوتر على قد ما نقدر، مارس الرياضة على قد ما نقدر. النمط الصحي ده أساسي جدا للحماية من الجلطات السكتات الدماغية وتجنب التدخين وتجنب الكحوليات. مش هروح ناخد بقى جينكو بلوبا ناخد أوميجا 3 وعمالين ناكل أغذية غلط وعمالين نفرص تناول السكريات، الجسم كله منظومة على بعضه. عشان نحصل على فوائد هذه المكملات الجينكو بلوبا والأوميجا 3 وكل المكملات أنا قلتها النهاردة، لازم نمط غذائي صحي كما ذكرت الوقت حالا. مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.